يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الشرك الأصغر لا يغفره الله لعموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فكيف يغفر الشرك الأكبر بالتوبة ولا يغفر الشرك الأصغر؟ توبة إذا ما تاب قبل يموت، الله يهديك، إذا تاب قبل يموت يغفر له، أما إذا مات على الشرك الأكبر فلا يغفر، ما حد يقول أنه يغفر له، خالد مخلد في النار. نعم، فرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نعم.